هلا احنا هون خلينا نحكي مع البيض عن البيض. البيض. اوكي. ولا اشي زمان كانوا يضيفوا قشر البصل ليلونه، وهي الشكل احنا بهالفترة هاي انتهى عنا خلص هيك البيض. خلص يعني هو وقت سلق البيض بنتركه مع أبداً. البصل بس بوقته ما هذا ما بنضيف ابدا. اوكي شوفوا كيف تغير لونه حلو وصحي. بنضيفها عن جد لما قالوا ايام زمان كانوا يهتموا بالصحه كثير الاشياء الطبيعيه، لانه ما يعني سوري بس ما بتعرفي انه شو هي هالمواد هاي اللي عم نعمل نصبغ فيها. صح شوفي لون شو حلو. وفي طريقه اذا لاحظتي ميس انا حاطه البقدونس وخلال السلق فيك تحطي اي شيء اخضر وتلفيه بشاشه في نفس المرحله هاي اللي بنسلق فيها البيض وبيطلع عندك الشكل هذا. يعني انت هيك حطيتي البقدونسه. هلا قيم البقدونسه ميس. خلينا بس نورجيها. شوفوا كيف منظر شكل البقدونسه. هلا انت حطيتي البقدونسه ولفتيها بشاشه وسلقتي البيضه. ايوه اوكي هيها. هلا اذا بنقيمها قيميها شو حلو. نقدر نلونها مثلا اذا بدنا او نعمل اي شيء، بس احنا لا ما بدنا اياها هيك. ايوه هي هيك حالاتها. اوكي انه اخذت اللون. حلو هيها. هي هيك افرت كثير حلوه هي زي ما احنا شايفينها. أوكي. اخذت شكل البقدونس. صراحه فكره حلوه وسهله كثير سهله، لانه بتعرفي دائما الاهل بيكونوا خايفين من البيض. وفيكي تجيبي انت كمان ورد من برا من من الحوش كانوا يجيبوا الورد، وكمان نفس الشيء الورد الصفراء بياخذ الشكل، بياخذ شكل الورده كمان بدل ما انه الام مثلا يتغلبوا وما تفكري انه انت من وين بدك تجيبي الصبغه. بالضبط صح. طلع هلا هو لانه بالصادف عيد الفصح المجيد بوقت الربيع فبكون في كثير خيارات انه الواحد يعمل شيء. هلا ورود الشمندر عادي مسلوق. انا هذا بيض مسلوق بس هيك بس هيك. كثير طرق كثير بدائيه كثير سهله، حتى انه انت ما بتخافي هاي الالوان تتسرب. احلى تسرب لجوا، حتى لو تسربت ابدا ما فيها خوف ولا شيء. خوف ولا شيء لانه بتعرفي هلا صاير في عندنا صبغات كثير. صح هيك كان يعملوا ايام زمان. هيك كان شو حلو. ولا كيف مين مصاحبه انت من ايام زمان لا اخذك ولا ما في يا ريت. هاي بتعرفي ميس بتستغربي كل هالشغلات هاي. انت سالتيني قبل الفاصل من وأنا صغيرة أنا هيك بحب هاي الأشياء، يعني من عمري 10 سنين وأنا انتمائي لل إحنا ساكنين بالمدينة بس انتمائي للقرى ولل كتير بحب. كنت أروح عند قرايبينا أكيد بالقرية وحماتي يعني الله يرحمها كانت كتير تعمل أشياء حلوة للأولاد الصغار وأكيد أخذت منها كتير أفكار حلو. فهذا بالشمندر بينشف فيكم تلمعوه بشوية زيت زيتون، بس أنا بحب أخليه هيك. هاي هي أفكارنا للبيض اليوم. ممتاز أبدعتي.